بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المحاضرة الثانية في درس شبكات العصبية في مساق الذكاء الاصطناعي CS CI 4304 الذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما حكينا انه الدرس الثاني في شبكات العصبية واللي حنحكي فيه عن المالتي لاير نيورال نتورك، تمام، او انه يكون في عندي طبقات متعدده في الشبكات العصبيه. طبعا المحاضره الماضيه احنا توقفنا عند جزئيه انه البرسبترون للتذكير في الموضوع، وحكينا انه البرسبترون انه عباره عن انه انا عندي اخذناها انه في مثال انه هو عبارة عن شبكة عصبية مكونة من نيورون واحد، تمام. في انا عندي انبوت، قد يكون العديد من الانبوت، هنا اكس زيرو او اكس واحد لغاية اكس ان. طبعا هنا في انا عندي على كل input انا في عندي weight W0 W1 Wm، تمام، وانا في عندي هنا y الاوتبوت. طبعا هذا النيورون انه بيكون انا في عندي هنا بطبق فيه الاكتيفيشن فانكشن بهاي الكيفيه، فبالتالي انه هو عباره عن نيورون واحد بنسميه النظام هذا انه بيرسبترون. واخذنا انه احنا كيف نعمل له تريننج، وشوفنا انه خطوات التريننج انه هي يعني بسيطة وسهلة، انه بتكون هي مستندة على حساب الايرور. فبالتالي انا بدي اعمل ابديت للويت، تمام، بناء على الايرور اللي موجود انا عندي. وشوفنا انه هذا البرسبترون ممكن يحل لي مشاكل بسيطة زي مثلا الاند اوبريشن، اللوجيكال اند اوبريشن. وشوفنا كيف انه الانبوت انا عندي هي اكس واحد واكس اثنين، فقط تو انبوت، وهي كل الاكزامبلز انا عندي اللي موجودة، كل الكومبينيشن الممكنة، وبنعاود ان احنا نعمل تكرار عليها، وهذا الاشي احنا بنسميه ايبك. وكل مرة انه انا بحسب الايرور، ولما يكون في عندي ايرور بروح بعمل ابديت للويت وبرجع بكرر مرة تانية لغاية لما انه ما يكونش في عندي ايرور على الاطلاق. شفنا انه هو فعليا انه البرسبترون بحاول انه هو يوجد لي هذا اللاين زي ما شفنا المحاضرة الماضية، تمام، اللي بيفصل بين النقاط. طبعا هذه النقاط زيروز، طبعا لما في الاند لما يكون صفر وصفر الناتج انا عندي صفر صفر واحد وصفر صفر صفر وواحد برضو صفر، فقط بيكون عندي واحد اذا كان واحد وواحد. فبالتالي هذا عبارة عن كلاس اللي هو واحد، وهذا البقية كله صفر صفر صفر، فبالتالي اللاين اللي بيفصل بيناتهم زي هيك. فبالتالي النقاط اللي بتكون موجودة فوق اللاين بتنتمي لكلاس، والنقاط اللي بتوجد تحت اللاين بتنتمي لكلاس. بالمثل لو احنا عملنا اشتغلنا على الاور، ففي النهاية انه الويتس اللي بده يتوصلها راح تؤدي لهذا اللاين، تمام، اللي راح يفصل النقاط بهذا الشكل، انه هذه واحد 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 وهذا صفر بهذا الشكل، تمام. لكن المشكلة في الاكس او عفوا المشكلة في الاكسكلوزيف اور او الاكس اور، انه انا مش قادر ان انا اوجد لاين واحد انه هو فعليا يفصل بين النقاط، انه انا عندي هذه واحد واحد وهنا الصفر صفر، تمام. فبالتالي لو عملت لاين زي هيك لا بصير انا عندي هدول انه بينتموش لنفس الكلاس. لو عملت لاين زي هيك بزبطش، انه طب لو عملت لاين زي هيك برضو بزبطش. فبالتالي انه ما فيش ولا لاين، لو حركت اللاين هذا في كل الاتجاهات زي هيك، تمام، مش حقدر انه انا افصل بين البيانات. وهذا بيؤدي للحاجة انه انا يكون في عندي ملتي لاير برسبترون. ففعليا انه
هذا احنا بنسميه مالتي لاير برسبترون او مالتي لاير نيورال نتورك او في بعض المكتبات اللي انا ممكن اشتغل عليها على نيورال نتورك في البايثون انا بسميها اف سي. يبقى ثلاث تسميات، يا اما مالتي لاير برسبترون او مالتي لاير نيورال نتورك او اف سي. اف سي فولي كونكتد، فولي كونكتد المقصود هنا انه انا عندي المالتي لاير برسبترون انه بتكون انا عندي عدة طبقات، فبالتالي انا عندي الطبقة الاولى زي هيك بهذا الشكل، تمام؟ ممكن يكون فيها العديد من النيورونز، فبالتالي انا بدي احط نقاط زي هيك، تمام؟ وهذه الطبقة التي تليها نفس الكيفية، وهذا انا عندي ممكن يكون الاوتبوت بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي انا عندي هذا الانبوت، اكس واحد اكس اثنين لغاية اكس ان، تمام؟ هذا النيورون بيكون fully connected مع كل النيورونز في الطبقة التي تليها، فبالتالي بيكون في له اتصال connection مع هذا مع هذا مع هذا ومع هذا. بالمثل هذا النيورون كذلك نفس الشيء fully connected، انه بيكون اتصال مع هذا مع هذا مع هذا ومع هذا كمان بهذا الشكل، وهكذا بالنسبة للبقية. وهذا النيورون في الطبقة التي تليه برضو fully connected بكل النيورونز في الطبقة التي تليه. احنا عندنا نيورون واحد، فبالتالي انه بيكون في عندي connection زي هيك، وفي عنده connection من النيورون هذا وهذا، تمام؟ وبدي احط نقاط هنا، وهي هذا النيورون، هاي الواي بهذا الشكل. فبالتالي عشان هيك احنا بنسميها fully connected او multi layer perceptron، تمام؟ او multi layer neural network. وفي برضو تسمية يعني اخرى انه بسموها feed forward neural network. feed forward neural network. feed forward معناها انه كل نيورون في طبقة معينة بكون متصل fully connected، بيعمل يعني feed لكل النيورونز في الطبقة التي تليه، وهكذا بهذا الشكل. فهذه كلها عبارة عن مسميات لشيء واحد، انه انا بيكون في عندي اكتر من طبقة. احنا بدنا نحاول نفهمه في الموضوع انه البرسبترون بهذا الشكل بيشتغل، ممكن نحن نعتبره انه هو بيشتغل على linear problems فقط، linear problems او بالاحرى linear separable problems. فبالتالي انه ممكن انه عبارة عن line بهذا الشكل ممكن يفصل لي بين الكلاسز، لكن البروبلم لو كانتش انه هي سيبارابل، وكنه يعني كانوا الكلاسز انه انا عندي في يعني اختلاط بيناتهم، فبالتالي انه انا بحتاج لنون لينير موديل، والنون لينير موديل، تمام؟ النون لينير موديل انه هو فعليا انه بحاول انه هو يحول لي البروبلم من نون لينير للينير، فبالتالي فعليا انه هو كل طبقة انا بضيفها هي بتحاول انه هي تعمل لي تقلل من الكومبلكسيتي تبعت البروبلم، وانه هي تحاول انه هي تبسطها قدر الامكان لغاية لما انه اقدر انه انا احلها في الاخير، وانه انا اوجد انه ويتس انه هي فعلا تقدر تفصل لي بين الكلاسز بطريقة ما بهذا الشكل. ففعليا
يعني لسه احنا حنشوف فيما بعد، بس انا ممكن انا اقفز لكم هنا عشان احنا نفهم اللي انا بقصده. فعليا لو احنا اطلعنا للموضوع، هذه معادلة الخط المستقيم، طبعا هذه الاند، عفوا هذه الاكس اور، تمام، هذه decision boundaries للاكس اور. فعليا انه الحل هو عبارة عن معادلتين لخط مستقيم، انه هذا الخط الاول هي معادلته وهذا الخط الثاني هي معادلته، فبالتالي الحل هو عبارة عن معادلتين لخطين مستقيمين. فبالتالي انه انا قدرت افصل بين الكلاسز عن طريق خطين مستقيمين، فبالتالي انه اللي واقع بين التو لاينز هدول انا بعتبرهم عبارة عن كلاس، واللي واقع خارج التو لاينز هدول انا بعتبرهم انه كلاس مختلف. فهذا مثال انه انا احتاجت فيه تو لاينز. في بعض البروبلمز الثانية ممكن احتاج فيها 7 لاينز، ممكن احتاج فيها عدد معين من اللاينز بحيث انه انا اقدر افصل بين الكلاسز. هاي الفكرة في الموضوع في المالتي لاير بيرسبترون. اوكي طيب خلينا احنا نرجع. اوكي هنا يبقى المالتي لاير نيورال نتورك، تمام، مالتي لاير نيورال نتورك، تمام، هي عبارة عن مالتي لاير بيرسبترون زي ما ذكرت انه كلها نفس التسميات. وفيد فورورد نيورال نتورك، وفهمنا شو معنى فيد فورورد، انه كل نيورون بيعمل فيد لكل النيورونز في الطبقة التي تلي، تمام. وممكن يكون في انا عندي يعني هيدن لاير او اكثر. طبعا الفكره في الموضوع هنا انه المالتي لاير نيورال نتورك، انه انا عندي هذه الانبوت نيورونز اللي هي بتكون عاده متصله بالاكسس، اكس 1 اكس 2 اكس 3، تمام، وفينا عندي هنا الواي بهذا الشكل اللي هو الاوتبوت نيورون. وبالمناسبة مش بالضرورة يكون في عندي يعني وان اوتبوت، ممكن يكون في عندي اكتر من اوتبوت. خلينا نعتبره هنا واي واحد وهنا واي اثنين بهذا الشكل. فبالتالي هذه عبارة عن انبوت نيورون او انبوت لير، وهذا عبارة عن اوتبوت لير، تمام. طبعا بين الانبوت والاوتبوت المالتي لاير بيرسبترون ممكن يكون في عندي هدول الطبقات اللي بدها تكون في النص، هدول انا بدي اسميهم هيدن لايرز. اتش ال هيدن لايرز ممكن يكون عباره عن طبقه واحده، الطبقه انا بقصد انه هي عباره عن مجموعه او صف من النيورونز، هذه بيكون انا عندي one hidden layer، او ممكن يكون انا عندي اكثر 2 او 3. فبالتالي في هذه الحاله انا في عندي 3 hidden layer، one input layer و one output layer. فهذه هي الاركيتكتشر. طبعا الاركيتكتشر هنا fully connected، نرجع ونكرر هذا الكلام، انه انا عندي هذا الاوتبوت، الاوتبوت تبع النيورون هذا انه متصل بكل النيورونز اللي في الطبقه اللي تلي وهكذا، وهذا نفس الشيء متصل بكل النيورونز اللي في الطبقة التي تلي. وطبعا في كل كونكشن في عليها ويت بهذا الشكل، تمام. فبالتالي ناخد انه على الاقل لازم يكون في عندي one hidden layer، تمام، انه بده يكون موجود في المنتصف، وبالاضافه للانبوت بالاضافه للاوتبوت، تمام. طبعا هنا انه الانبوت سيجنال وحساب الاوتبوت بانه بيتم انه بيصير لها بروبوجيشن، بيصير لها نشر
في الفورورد دايركشن، عشان هيك احنا بنسميها فيد فورورد نيورال نتورك. تمام، فبالتالي انه على سبيل المثال انه عشان احسب الاوتبوت تبع هذا اللاير او هذا النيورون، تمام، بدي احسب هنا كل الانبوتس اللي موجوده، تمام، بالويتس تبعتها بهذا الشكل، تمام، و بيطلع انا عندي هنا في هذه الحلقه انه عباره عن اوتبوت، والاوتبوت هذا انا باخده بعتبره كانبوت للنيورونز اللي في الطبقه التي تلي بهذا الشكل، تمام. فبالتالي انه حساب الاوتبوت بصير انه بصير له بروباجيشن من طبقه للطبقه التي تليها، فبالتالي هنا بصير فيد للانبوت بناء على الويتس اللي موجوده هنا، بيطلع انا عندي الاوتبوت تبع هاي الطبقه، طلع هذا الاوتبوت، ساعتها بقدر احسب الاوتبوت تبع الطبقه التي تليها، انه انا بعتبر انه الاوتبوت اللي هنا انبوت للطبقه هاي، تمام، وهكذا لغايه لما اصل للاوتبوت سيجنالز اللي في النهايه. فهذه طريقه عملها بهذا الشكل، تمام. طيب فعليا احنا ليش احنا سمينا اللاير اللي موجود في المنتصف، ليش احنا سميناه انه هيدن لاير؟ سميناه هيدن لاير لانه فعليا انه بيخفي الديزايرد اوتبوت، او بمعنى اخر انا الانبوت انا شايفه، انا عارفه من الاكزامبلز انا بعملها فيد، والاوتبوت النهائي انا بقدر انه انا اشوفه بهذا الشكل، لكن الاوتبوت هذا اللي موجود في الهيدن لاير الاول والهيدن لاير الثاني بيكون انه يعني امبيدد جوا النتورك، انا بقدرش انه انا اشوف، يعني انا فقط بقدر اشوف الاوتبوت النهائي، فعشان هيك انه التسميه صار انه هيدن لاير، تمام. طبعا في الكوميرشال نيورال نتوركس اللي بستخدمها في البزنس، انه ممكن يكون في عندي نيورال نتورك مكونه من 4 لايرز، تمام، وممكن يكون اكثر، وكل لاير ممكن يكون من 10 نيورونز لغايه 2000 نيورونز. طبعا هذا الكلام انه اختلف يعني بشكل كبير في ظل وجود الديب نيورال نتورك، انه انا ممكن تكون انا عندي النتورك اكبر من هيك بكتير، فبالتالي هذا الكلام انه بيتغير مع الـ 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 الوقت. وطبعا انه تحديد الشكل تبع النيورال نتورك هذا برضو موضوع تاني هنحكي فيه، بس نفهم الاساس ونفهم كيف انه ممكن انه يصير في انا عندي ليرنينج للنيورال نتورك هاي. طيب نيجي لموضوع الليرنينج، هل احنا فعلا ممكن نخلي طبقة زي هاي انه تتعلم؟ فعليا انه الليرنينج في المالتي لاير نيورال نتورك ممكن يتم بنفس الطريقة تمت للبرسيبترون، تمام؟ والالجوريثم اللي احنا بنستخدمه هنا في هاي الحالة انه يعني بيعتمد على نفس المبدأ، ولكن اسمه باك بروبيجيشن نيورال نتورك. وسبب في هاي التسمية انه الايرور انا بعمل له باك بروبوجيت، لانه انا عندي العملية مكونة من جزئين، انه انا في عندي هنا فورورد باس، انه انا بدخل الانبوت سيجنال، تمام، لغاية لما اطلع الاوتبوت واي واحد واي اثنين لغاية الواي كي، تمام، طبعا بروح بقيسها بالواي دي الديزايرد، تمام، واي واحد دي واي اثنين دي واي ثلاثة دي، ساعتها انه ممكن يطلع انا عندي الايرور، الايرور هذا بروح بعمل له باك بروبوجيت. ايش معنى باك بروبوجيت؟ معنى ذلك انه انا بقول للنيورون هذا بروح بحكي مع كل النيورونز في الطبقة التي تلي اللي بتسبقه، انه انا عشان اطلع الاوتبوت صح بدك تعدل الويتس اللي موجودة هنا بهذا المقدار، تمام، فبالتالي بروح بستلم الايرور سيجنال، تمام، هذه الطبقه بهذا الشكل،
تمام، وهي هذه الطبقة بتشتغل بنفس الأسلوب، بتقول أوكي ماشي، عشان أنا أطلع الأوتبوت صح للنيورون اللي بعدي بناء على الإيرور اللي هو أعطاني إياه، برضو أنت النيورون اللي قبلي لازم برضو يعدل الويتس اللي موجودة هنا، فبالتالي بروح بعمل باك بروباجيت للإيرور للطبقة التي تليه، فعشان هيك بنسميه باك بروباجيشن الالجوريثم. فبالتالي كل التريننج اكزامبل بيتم تمريره نحسب له الاوتبوت، اذا في ايرور بنحسبه والايرور بنعمل له باك بروبوجيت من طبقه للطبقه التي تليها عشان كل طبقه تعدل في الويتس اللي موجوده عندها، وتقول للطبقه التي تسبقها انه عشان انا اعدل انت لازم برضو انه انت تعدل، فبتصير هذا بالتوالي بهذا الشكل. تمام، فبالتالي انه هاي الالجوريثم بيشتغل بنفس الكيفية. طبعا هذا الكلام في البرسبترون ما كانش في له لازمة، ليش؟ لانه في البرسبترون انه كان في عندي فقط نيورون واحد، وكان انا عندي الانبوت وكان عندي الاوتبوت، فبالتالي الايرور بعملوش باك بروباجيت، يعني انه هو موجود مباشرة، يعني هنا انا بحسب. تمام، يبقى انا عندي هنا الواي وفي انا عندي الواي دي، وبقدر احسب الايرور، والايرور هذه انا باخدها في تعديل الويتس هدول دبليو واحد ودبليو اتنين مباشرة. الباك بروباجيت لما يكون في انا عندي اكتر من طبقة، وهو هذا اصلا النيورون واحد، فعشان هيك انه البرسبترون الجوريثم فيش فيه بروباجيشن. البروباجيشن بيكون انه لما يكون في عندي اكتر انه نشر للاوتبوت سيجنالز وللايرور سيجنالز على اكثر من طبقة، لكن هذا فقط نيورون واحد ما فيش فيه بروبوجيشن، فبالتالي بيصير الاشي بشكل دايركت. اوكي تمام، يبقى ممكن نستخدم نفس الالجوريثم، ولكن انه حيكون في بعض التعديلات انه عشان انه احنا نعمل هاي الشغلة. تمام، يبقى لترينينج اكزامبل، training examples بتصير لها انه presentation في النتورك، انه بعملها feed للنتورك. تمام، والنتورك بتروح تحسب الاوتبوت. تمام، واذا في error تمام بنروح بنعمل له انه هو عبارة عن الفرق بين الاكشوال والديزايرد. تمام، فبنروح بنعمل adjustment للweights عشان انه احنا نقلل الخطأ. طبعا هذا بحكي على انه two passes اللي هي الباك بروبوجيشن الجوريثم، زي ما حكينا انه انا في عندي two phases. الفيز الاولى انه اعمل presentation للtraining input واحسب الoutput في النهاية. طبعا هذا الكلام بيصير انه طبقة طبقة، فبالتالي هنا بيصير propagation للoutput، بروباجيشن للانبوت سيجنالز انه من طبقه لطبقه ثانيه لغايه لما اصل للاوتبوت. طبعا وصلنا للاوتبوت، بروح بقدر بحسب الايرور انه هو عباره عن الفرق بين الديزايرد والاوتبوت، والايرور بروح بعمل له بروباجيشن باكورد، عشان هيك بنسميه باك بروباجيشن الجوريثم، من الاوتبوت للانبوت لاير عشان كل واحد انه يعدل الويتس تبعته. فبالتالي هنا الايرور از بروباجيتد، فبالتالي هنا بصير ابديت للويت. تمام، في الوقت اللي بيصير فيه بروباجيشن للايرور. هذا الكلام شرحناه انه انا في عندي هنا فورورد باس وهنا في عندي باكورد باس. اوكي طيب، نيجي ل الالجوريثم ستيبس. الالجوريثم ستيبس هي انه اول خطوه هي الانيشلايزيشن، زي البرسبترون الجوريثم بالضبط.
والانيشاليزيشن ان انا بدي ابدا تدريب، فبالتالي شو هي الويتس اللي انا بدي استخدمها؟ انا ما عنديش حساب للايرور عشان انه انا اعمل تعديل للويت، لا، فبالتالي انه انا بدي اختار الويتس مبدئيا بشكل عشوائي، فبالتالي بدي اعملهم انيشاليزيشن بشكل عشوائي. طبعا الانيشاليزيشن هنا لا شك بشكل عشوائي كان سابقا في البرسبترون انه انا ممكن انا اعملهم انيشاليزيشن لاي فاليو في الرينج انه من 0.5 ل بالماينس طبعا لغاية 0.5 بالموجب. طبعا هنا الجايد لاين انه هو مختلف، فبالتالي انه الويتس بتكون راندوم ويونيفورملي ديستريبيوتد على الرينج هذا اللي هو 2.4 على اف اي بالماينس بين هذا الرينج والبلس 2.4 على اف اي، والاف اي هي عبارة عن التوتال انبوت التوتال نمبر للانبوت نيورونز. فبالتالي يعني هاي المعادلة تم التوصل اليها اكسبيرمنتالي انه الرينج المناسب للراندوم ويت انه ممكن يكون من خلال هاي المعادلة. طبعا اكسبيرمنتالي هذا الكلام تجريبيا انه هاي الانيشاليزيشن بناء على هذا الرينج بيؤدي لنتائج كويسة. طبعا هذا الكلام يعني هو مش الطريقة الوحيدة، في عدة طرق يعني لاختيار الراندوم ويتس بشكل يعني افضل، يعني افضل من هيك يعني. وقبل ما انا اخوض في الالجوريثم فعليا انا حابب انه ارجع هنا انه انا بدي اعرف انه ايش المقصود هنا بالاكس اي بالاكس واحد اكس اثنين اكس اي، وهنا انا عندي الاوتبوت انه يكون بهذا الشكل. فبالتالي انا حابب انه انا اطلعكم على training examples، حتلاقوها انه هي موجودة عندكم على المستودع اللي هي الايريس داتا سيت. لو بحث عنها في الانترنت يعني ممكن تكتب iris dataset، مشهورة جدا هاي الdataset، انه هاي عبارة عن زهرة الiris. زهرة الiris في منها ثلاث انواع: versicolor، virginica، cytosa. طبعا زي ما انت شايف شكل الزهرة هي بيختلف، تمام. طبعا الميزات تبعت اللي بتميز كل زهرة عن الزهرة الثانية اللي هو السيبل length والwidth والبيتال length والwidth، طول السبلة وطول البتلة. فبالتالي يعني شايف كيف شكل أوراق الزهرة للفيرسيكولر، والفيرجينيكا كيف شكلها انه هي مختلفة، والسيتوسا كيف انه هي مختلفة. هي بتنتمي لنفس العائلة لنفس الزهرة زهرة الايريس، ولكن في منها ثلاث أنواع. فالزهرة هاي زي ما أنتم شايفين أنه أنا فتحت، أنه أنا بدي أفتح لكم الإكزامبلز تبعتها أنه موجودة على شكل CSV فايل، أنه ممكن أنت تفتحه بالإكسل و زي ما أنت شايف أنه أنا في عندي هنا هذا اكس واحد، هذا اكس اثنين، اكس ثلاثة، اكس اربعة. فعليا في عندي اربعة انبوت، والاوتبوت هو عبارة عن واي، عبارة عن اوتبوت واحد انه بناء على هاي المواصفات، تمام. بدي احدد انه نوع الزهرة هل هي ايريس سيتوسا ولا فيرسيكولر ولا فيرجينيكا. طبعا هذا الكلام انه بناء على سيبل لينث، سيبل ويذ، بيتال لينث، بيتال ويذ، تمام. اكس واحد، اكس اثنين، اكس ثلاثة، اكس اربعة. هذه الداتا سيت انه فيها اربعة انبوت، داتا سيت تانية ممكن يكون فيها عشرة انبوت، تمام، عشرة اكس، عشرة اكس، والاوتبوت واي انه ممكن يكون واحد او اثنين او يعني حسب البروبلم. فبالتالي المطلوب انه هاي المقصود بالاكزامبلز، انه بدنا نخلي النيورال نتورك انه هي لوحدها انه هي تتعرف على نوع الزهرة بناء على مواصفاتها. وشو هي مواصفاتها؟ هي عبارة عن الابعاد تبعت السيبل والبيتال، تمام،
طبعا هذا الكلام عند البشر، انه يعني انه البشر انه اذكياء بناء على النظرة هيك بشكل سريع، انه هو بيقدر انه هو يحدد نوع الزهرة بشكل مباشر. لكن النيورال نتورك انت محتاج انه انت تعلمها، انه انت تديها اكزامبل، انه تقولها خلي بالك لما يكون انا عندي طول السبلة 5.1 وهنا 3.1 1.4.2 هذه بتكون سيتوسا، وهنا 4.9 3.1.4.2 شايف انه انا في عندي اختلاف في هدول، فبالتالي هنا الفاريشنز هو بيبدأ يتعلم انه ممكن يكون في عندي فاريشنز بين هاي تمام وهاي، انه تكون قيمها بهاي الشكل، هاي ممكن تكون سيتوسا، والاكزامبل اللي وراه في فاريشن في هذا الانبوت بهذا الشكل، لاحظ انه هذا 0.2 0.2 0.2 هنا صار 0.4 0.3. فهو من النمط الاكزامبلز اللي بتمر عليه من خلال التريننج، هدول عبارة عن 150 اكزامبل. طبعا في الاند والاور احنا شفنا انه عدد الاكزامبلز انا عندي 4 تمام، وعدد الانبوت 2، وهذا الكلام انه عشان نحن نستوعبه بشكل كويس، انه احنا حكينا انه انا عندي في الاند انه انا عندي اكس واحد اكس اثنين وعندي الواي، وحكينا كل الكومبينيشن احنا بنحكي على باينري، صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، وهنا الاوتبوت انا عندي واي هنا صفر 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 واحد. فبالتالي انا عندي هنا فعليا 4 examples نسميها البي تمام، انه بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي اربعة، وفي ممكن انه بيستخدموا ال examples، انه يعني هو اول فكرة في الموضوع انه تستخدم symbol البي، انه انت بتستخدموش في مكان تاني، بدك تقول example اي بده يصير فيه انه confusion مع الايرور، او الاي مستخدم في الاندكس تبع النيورون، فبالتالي انه يعني هاي انه خلينا نعتبرها انه البي، والانبوت انا عندي اكس واحد واكس اثنين تمام، فبالتالي انا في عندي تو انبوت، هدول انه ممكن ياخدوا فاريشنز انه مختلفة او قيم مختلفة بهذا الشكل. فهاي انه انا عندي الانبوت النمبر اوف انبوت 2 والنمبر اوف اكزامبلز بتساوي 4. اما في الايريس داتا سيت عدد الانبوت زي ما احنا شايفين هنا 4 اللي هو عايو اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 والاوتبوت 1 تمام، وعدد الاكزامبلز طبعا 151 لانه اول رو هو عبارة عن الهيدر، فبالتالي 150. طبعا هذا مثال، في العديد من الأمثلة الثانية، يعني العديد من الأمثلة الأخرى أنه أنت ممكن تطلع عليها، زي إيش مثلا، زي داتا سيت مشهورة تبعت التايتانيك، ممكن تبحث عنها التايتانيك داتا سيت. طبعا هاي الداتا سيت موجوده في منصه الكاجل، بالمناسبه منصه الكاجل هي الهوم تبع داتا ساينس، فيها كتير من يعني كل الداتا ساينتست او اللي بيشتغلوا في الذكاء الاصطناعي انه ممكن يكون في عندهم بروفايل ويشتغلوا على داتا سيت ويكتبوا كود هنا، فبالتالي ممكن يعني ان صح التعبير ممكن نعتبره الجيت هاب تبع الداتا ساينتست، علماء البيانات او علماء الذكاء الاصطناعي. فالداتا سيت هاي خلينا اشوف الداتا تمام، هاي التريننج ايش فينا عندي هنا، باسنجر اي دي انا ممكن انزل لك اياها هنا، حط لك اياها برضو كذلك في المستودع واسميها هنا
تايتانيك. اوكي، ايش في انت عندك انبوت؟ الانبوت انت عندك باسنجر اي دي سيرفايفد، باسنجر كلاس، هذا الاي دي، الاي دي تبعه سيرفايفد انه زيرو ولا لا، هل هو نجا او لا. تمام، هنا انه باسنجر كلاس، انه ايش الكلاس تبعه، هذا الاسم تبعه، هذا الجندر، الايج، هذا الاتريبيوت مش عارف، ممكن تقرا الديسكريبشن تبع الداتا سيت. تمام، وهذه انه قديش انه الكابينه تبعته. تمام، وهنا انه هذا الاتريبيوت، يعني ممكن تقرا الديسكريبشن تبع الداتا سيت. هيو هنا بتلاقي انه سيرفايف بحكي لك انه 0 نو واحد يس. الباسنجر كلاس انه انا في عندي ثلاثة كلاسز، انه فيرست كلاس والسكند كلاس والثيرد كلاس، وهنا الايج ان يير، انه هنا النمبر اوف سيبلينجز او سباوز ابورد على التايتانيك، انه عدد الاقرباء او اللي موجودين معاك على 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 على, على, على متن السفينة. تمام، هذه التيكت نمبر، هذه الباسنجر فير او قديش انه مقدار التيكت تبعه، قديش هذيك رقم الكابينة. تمام، وهنا هذا مخرج او رقم المخرج. تمام، اول الرقم اللي طلع فيه للسفينه. فهاي الداتا سيت هي انت ممكن بالمناسبه تعمل دروب لبعض الاتريبيوتس. الباسنجر اي دي طبعا فيش علاقه بين الباسنجر اي دي وانه هل هو نجا او لا، فبالتالي هذا ممكن انت تعتبره الواي. تمام، بتدخل الانبوت اللي هو عبارة عن الباسنجر كلاس، النيم ملوش دعوة انه هل هو سيرفايفد ولا لا، السكس ممكن له دعوة، الايج يمكن له دعوة، فبالتالي انت ممكن تعتبر انه هاي اكس واحد، هاي اكس اثنين، اكس ثلاثة. تمام، والواي هنا انت عندك سيرفايفد، فبالتالي هاي اللي بدي اوصل لك اياه، انه انت عندك الداتا سيت ممكن يكون أشكالها مختلفة. تمام، إنه من ناحية الانبوت والاوتبوت، وهنا قديش فيها، أعتقد إنه عدد examples حوالي 900-892. والexamples بالمناسبة ممكن إنه ما تكونش إنه أنا عندي dataset بهذا الشكل، ممكن تكون عبارة عن صور زي ما إحنا هنشوف. هورجي لك إنه الexample هذا، الاكزامبل هذا اللي انا ورجيتك اياه سابقا، هو الكلاسيفيكيشن. انت فعليا بتدخل صور، والصور انت بتدخلها ممكن تدخلها كرو ديتا اللي هي عباره عن بيكسلز، فبالتالي انت بتدخل انه بيكسلز زي هيك. تمام، فبالتالي هو بناء على نمط الاكسل على نمط البيكسلز انه ممكن انه هو يحدد في النهايه انه هذا عباره عن كات او دوغ بهذا الشكل. فبالتالي الانبوت ممكن يكون عندك عبارة عن أرقام، ممكن يكون عبارة عن بيكسلز، ممكن يكون عبارة عن صور. والأبعاد بالمناسبة هي عبارة عن الأبعاد تبعت الصورة، لو كانت عندك الصورة 256x256، فبالتالي انت عندك قيمة البيكسل في كل، او يعني قيمة الكلر في كل بيكسل انت قديش انه هي موجودة انت عندك، وبتعملها انبوت انت عندك بهذا الشكل. لكن الفكرة في الموضوع انه في الاكزامبلز انت بدك تدي من البداية انه labeled photos، انه هدول انت معلمهم سابقا، انه هاي بدي اورجي لك عدة صور لكاتس وعدة صور للدوغز، وانت تتعلم عليهم وتقول لي ماشي فهمت، هذه صورة cat I got it. تمام، وهذه صورة dog ماشي، وهكذا بهذا الشكل. فبالتالي
من الاكزامبلز هدول اللي هو اتعلم عليهم، يفترض انه انا لما اجيب له انبوت اكزامبل فيما بعد انه هو يقدر يتعرف عليه. يعني انا بحاول انه انا اورجي لك انه شو استخدام النيورال نتورك في الابليكيشن. فبدي ارجع لك هنا، بدي ارجع لك هنا وبدنا نحكي هنا في الايرس. احنا حكينا انه في الايرس انه انا عندي اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة وانا عندي هنا الواي، تمام. والاكزامبلز انا عندي بي واحد بي اثنين لغاية البي مية وخمسين بهذا الشكل، تمام. الان في مرحلة انه انت بتعلم النيورال نتورك، انه انت هذا بنسميه supervised learning. supervised learning، شو معنات supervised learning؟ انه انت فعليا انه انت بتدي له الانبوت، انت بتعمل provide الانبوت والاوتبوت. قول له خلي بالك لما يكون انت عندك الاكزامبل النمط تبعه زي هيك، هاي القيم اللي موجودة هنا، تمام، الكلاس بيكون واحد. لما يكون زي هيك الكلاس بيكون اثنين. لما بيكون زي هيك طبعا هذه قيم اللي هو طول السبلة وعرض السبلة وطول البتلة وعرض السبلة، واحد هيك، هذه الزهرة الثالثة، تمام. فبالتالي انت هذا سوبرفايز، بتقول له خلي بالك هذا الانبوت الاوتبوت تبعه بيكون شكله زي هيك، وهذا الانبوت الاوتبوت تبعه شكله زي هيك. فبالتالي هو بيعمل ادجستمنت للويت بحيث انه هو يتعرف على انماط الانبوت بحيث انه يقدر يعمل بريدكشن للاوتبوت. هذه المرحلة بنسميها تريننج او ليرنينج بالاحرى، تمام. بعد ما اخلص التريننج انه احنا يعني وصلنا لمرحلة ايرور، انه فيش ايرور او الايرور ضئيل جدا، تمام، بنيجي لمرحلة تانية انه انا بستخدمها في التست. فبالتالي انه او نقدر نعتبرها انه هاي المرحلة اسمها بريدكشن. بعد ما تتعلم النيورال نتورك ونصل للفاينل ويت، بيصير انه الهدف انه انا اديله اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة، تمام، عشان يقول لي انه شو هو الواي، تمام. يبقى انه هنا انا حديله اكزامبل او حديله يعني انبوت نوع الزهرة فيه مش معروف، والمطلوب منه انه يحدد نوع الزهرة هل هي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، اوكي. وهذا هيك بيستخدم في الابليكيشن. فبالتالي في الابليكيشن انه انت يعني بعد ما نخلص التريننج انه انا بدي ادي لك صورة ايمج وانت تقول لي في النهاية انه هذه عبارة عن كات ولا دوغ، تمام. فبالتالي انه استخدامه في تطبيقات عديدة انه كتير. فالانبوت والاوتبوت انه ممكن انه هو يختلف. ممكن انا اورجي لك تطبيق تاني انه انت تشوف انه كيف يعني انه كيف انه بيتم استخدامه في البزنس. اكيد انت مر عليك شغلة انه في الفيسبوك انه ممكن يعمل لك زي ديسكريبشن لصورة، انه هو يشرح لك انه ايش موجود في الصورة هذه. وال هاي الشغلة اسمها captioning bot. طبعا في انت عندك هذا السايت
هذا السايت بالمناسبة powered by مايكروسوفت، هو عبارة عن كابشن بوت. ايش وظيفة الكابشن؟ انه انت تعمل كابشن لصورة، تمام؟ فانت ممكن تعمل ابلود لصورة، تمام، او تختار من الصور اللي موجودة هنا. فبالتالي اي انه انت بتدي له صورة، يعني اليو ار ال تبعها، او بتعمل ابلود، او بتشوف انه زي هيك. خلينا مثلا نشوف هاي الصورة، تمام، واحكي له هنا go او use this photo. فايل كابشن مش قادر يعمل try another. يبدو انه الويب سايت انه صاير له بريك، مش قادر انه هو يتعرف على الصور هاي، لانه في مشكلة في السيكوريتي او في ال يعني خلينا نجرب هاي. I really can't describe this image. صار في بريك للويب سايت هذا، يبدو انه طب خلينا نجرب try another. وهنا نديله الصورة، الصورة ممكن نجيبها من جوجل، ونكتب هنا انه على سبيل المثال انه horse او a man ride a horse، انه راجل راكب على حصان. خلينا ناخد هاي، نفتح الصورة في تاب جديد، نديله اليو ار ال تبع هاي الصورة، نشوف هاي اليو ار ال go. I think it is a man riding a horse. فبالتالي عمل كابشن لصورة، يبدو انه كانت انه الاكزامبلز اللي هو كان حاطها هنا انه فيها اشكالية في الصور هذه في تحميلها، لكن هو فعليا لما نديله هنا صورة، يعني ممكن نجرب هنا a man riding ride a camel. يعني ممكن نديله هاي، نشوف هل هو بيقدر يتعرف عليها ولا لا. هاي URL. I think it is a person ride a horse. فهنا غلط، هو يفترض انه يكون كامل، بس انه هو تعرف عليه انه horse. بضله انه هو bot، انه هو يعني شايف انه النمط عام، النمط العام انه هو horse. هو الفكرة من هذا الاشي انه انا بحاول اورجي لك تطبيقات انه فعلا وين بيمكن انه يتم استخدام هاي الشغلات. انا فعليا لما كتبت هنا على السيرش انجن تبع جوجل انه هو فعليا انه السيرش انجن البدائي بيعتمد على الميتا داتا اللي موجودة مرتبطة بالصورة، ولكن انه لو بده يكون انه powered by AI يفترض انه هو يقدر يتعرف على الاوبجيكتس اللي موجودة في الصورة، ويقدر انه فعلا انه لما انا ابحث على شغلة معينة، صور معينة، انه هو يقدر يجيب لي اياها. خلينا نجرب هاي الصورة بالمناسبة بما انه فيها الاهرامات، اخدها زي هيك try another. هنا جاب انه هي بيتش، وهي بعيدا تماما عن البيتش، فبالتالي انه وبرضو جابها انه هي هورس، فبالتالي اداؤه مش يعني نوم. ممكن انه نجرب فود، اي فود بيطلع. هذه صور معقدة، صعب جدا عليه انه هو يتصرف او يتعرف عليها، فخلينا نجرب هاي، انه هاي يفترض انه هي عبارة عن ساندويتش. هاي الصورة، هاي كابي لا try another.
I think it is a couple of hot dog with different topping. فهذا عبارة عن ساندويش هوت دوغ وعليه توبينج مختلف نوعا ما. فزي ما انت شايف انه اداؤه مرة بيصيبه مرة بيخطئ. فهي استخدامه كابليكيشن، انه الابليكيشن انه انت يعني انه انت تخلي النيورال نتورك انه هي تعمل لك بريدكشن لاشياء معينة، تمام، انه والله هل هذا الكاستمر حيشتري او مش حيشتري، تمام. هي تطبيقاتها في البزنس. او مثلا انه هل ال 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 الزهرة هذه نوعها كذا او نوعها كذا، او هل هذه الصورة شو المحتويات او الاوبجكتس اللي موجودة فيها. زي ما انت شايف هنا في الكابشن بوت، الانبوت انت عندك عبارة عن ايمج والاوتبوت عبارة عن تكست زي ما انت شايف بهذا الشكل. ف يعني هذا باختصار شديد جدا انه انت تقدر تتعرف او تعرف شو معنات انه يكون في عندك input examples، وانه شو معنات انه يكون في عندك training. وبعد ما تخلص التريننج انت تصير انه انت تعطي له objects جديدة ما مرت عليه سابقا، بحيث انه هو يقدر يتعرف عليها. زي كأنه انا بدرسك على مسائل رياضيات، تمام، مسائل حسابية، بعرفك انماط مختلفة، تمام، وفي الامتحان لا يعقل انه انا اجيب لك واحدة من الامثلة اللي انا شرحت لك اياها، لانه هيك بصير غش. انه انا يعني انا درستك على امثلة واروح اجيب لك يعني مثلها بالضبط في الامتحان، هذا غش. فانا بجيب لك مسألة مختلفة ولكن نمطها بيكون يعني مقارب للامثلة اللي انا شرحت لك اياها. وافترض انه انت يكون في عندك القدرة لو كان في عندك ذكاء انه انت تحلها. فهاي الفكرة تبعت انه النيورال نتورك انه انت تعملها تريننج. خلينا نرجع هنا للالجوريثم. احنا يعني انت استوعبت شو معنات انه يكون في عندك انبوت، وهذه كانت يعني شغلة كتير مهمة انه انت انه احنا نكون فاهمينها وعارفينها انه شو معنات انه الاكزامبلز والانبوت والاوتبوت بهذا الشكل. اتفقنا انه اول خطوة انه احنا نعمل initialization، تمام، براندوم ويت، هاي الرينج تبعه باختصار، تمام. وبعديها الخطوة الثانية انه مادام انه صار انا عندي الويت موجود والانبوت موجود اللي هو هايو اكس واحد بي اكس اثنين بي اكس ثلاثة بي، تمام، والبي هو عبارة عن الرقم تبع الاكزامبل. فبالتالي حساب الاوتبوت بيكون سهل، هو عبارة عن الانبوت الاكس في الدبليو، تمام. ولاحظ هنا انه احنا قدينا انه اكس اي، طبعا هذا الكلام summation، اكس اي و دبليو اي جي، لانه انت عندك هنا الاي انت عملت له association بالانبوت، تمام، والجي اللي هو الاندكس تبع النيورون. اوجي لك اياها بالصورة. اعتقد انه هنا اوكي. طبعا هاي الاكس زي ما انت شايف هنا اكس واحد اكس اثنين اكس اي، تمام، يبقى الاي هو الاندكس تبع الاكس لغاية اكس ان، تمام. والنيورون نيورون واحد نيورون اثنين نيورون جي بهذا الشكل، تمام. والاوتبوت احنا استخدمنا له اندكس مختلف كي، النيورون واحد في الاوتبوت اثنين لغاية النيورون كي، تمام. الان الكونكشن هاي انت عشان تميزها، تمام، يعني قبل كنا نقول انه هنا في البرسبترون اذا فاكر في البرسبترون كنا نقول W1 W2، لانه انا عندي X1 و X2، فيش عندي انا يعني ويتس مختلفة، يعني فقط انه هي عبارة عن نيورون واحد، لكن هنا انا عندي يعني ويتس كتيرة. فكيف بدك تميزها؟ بدك تميزها بالاندكس بهذا الشكل. يبقى هذا الويت هذا عبارة عن واحد واحد، هو عبارة عن الكونكشن بين النيورون
عفوا بين الانبوت اكس واحد والنيورون واحد. طيب هذا خلينا ناخذ هذا مثلا، تمام، يبقى هذا W 2 2. طيب هذا W 2 1 اللي هو بين الانبوت 2 والنيورون 1 بهذا الشكل، تمام. فبالتالي انه انا عندك هنا W I J، ال I بتاخدها من الاندكس تبع الانبوت وال J اللي هو الاندكس تبع النيورون. وهنا بالمثل، تمام، يبقى ناخد هاي مثلا على سبيل المثال W J 2، هنا انه 1 2 J، لنفترض انه هاي ناخدها W 2 2، تمام. خلي بالك تلخبطش بين W 2 2 اللي هنا و 2 2 اللي هنا، هاي I J I J وهذه J K بهذا الشكل، الانديسيز مختلف. اوكي، يبقى هنا باختصار الاكس الاندكس تبعها I و الهيدن لاير الاندكس تبعه J، والويتس بيناتها W I J، والاوتبوت الاندكس تبعه K، والويتس بين الهيدن والاوتبوت W J K بهذا الشكل. وهاي انا عندي Y 1 Y 2 لغاية Y K. اوكي، تمام. فالان نرجع هنا ل الاكتيفيشن. فالان انا بحكي هنا في الطبقه الاولى انه انا عندي اكس اي في الدبليو اي جي، انت عارف عن اي دبليو انا بحكي، تمام، ماينس الثيتا. الثيتا انه هذه عباره عن انه كونستانت انه بروفايدد انه للنيورال نتورك، تمام. فبالتالي هذا عباره عن الواي جي. لو طلعت هنا على الرسمة، هذا فعليا YJ وهذا YK. فبالتالي انت احنا بنحسب في الاوتبوت هذا فعليا كله. فبالتالي هذا عبارة عن انه الانبوت في الويت بيطلع الاوتبوت، الانبوت في الويت بيطلع الاوتبوت، بالاضافة لذلك انه انت بتطبق له الاكتيفيشن في المعادلة هاي زي ما انت شايف. اوكي، الاكتيفيشن انا عندي هنا السيجمويد. اوكي، طيب الخطوه الثالثه برضو اكتيفيشن، بس وين؟ للطبقه اللي بعديها للواي كي. لاحظ هنا انا عندي هنا ايش الاختلاف، واي جي، احنا بنحسب الاوتبوت للواي كي. ما دام الاوتبوت واي جي صار محسوب، معنى ذلك انه بقدر احسب الاوتبوت تبع الطبقه اللي بعديه اللي هو الواي كي. فهي نفس المعادله، بس ايش الاختلاف؟ الانديسيز، انه انا عندي هنا الاكس جي كي، لانه انا عندي هذا الاندكس تبع النيورون جي، تمام، في الاوتبوت النيورون كي، تمام، في الويت تبعه ماينس ثيتا كي، وهنا انا بطبق له السيجمويد. هيك انا بطلع انا عندي الاوتبوت واي كي. قدرنا نحسب، يبقى هنا هاي خطوه رقم 2 انه حساب دبليو اي وهذه الخطوه رقم عفوا دبليو جي واي جي عفوا الخطوه رقم 2 وستيب 3 حساب واي كي. تمام، بعديها مدام انه احنا طلعنا الاوتبوت بنقدر انه احنا نحسب الايرور. والخطوه الثالثه اللي هي الويت تريننج، انه حساب انه نعمل ابديت للويت. ابديت للويت بيكون بده يكون يعني بناء على الايرور، والايرور هنا احنا بنسميه ايرور جريدينت، لانه بصير له بروباجيشن بهذا الشكل. gradient انه انت عندك انه انت بتشتغل على non-linear problem، فبالتالي انه
يعني تحسب انحدار الايرور. لاحظ انه انت عندك السيجما كي في طبقة الاوتبوت. ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي الاوتبوت واحد ماينس الاوتبوت في الايرور. والايرور ايش بده يساوي؟ هاي المعادلة تبعته. تمام؟ الايرور هو عبارة عن الديزايرد ماينس الاكشوال ببساطة. تمام؟ كمان مرة المعادلة. الاوتبوت ضرب واحد ماينس الاوتبوت ضرب الايرور. والايرور هو عبارة عن الديزايرد ماينس الاكشوال. تمام؟ والمعادلة هذه لو دخلناها انا عندي في الدلتا اللي هو الويت كوركشن. الويت الجديد الدلتا ويت اللي هو الفرق في الويت. لو الويت الجديد ايش بده يساوي؟ الالفا في الواي في السيجما كي اللي احنا حسبناها هاي. تمام؟ بهذا الشكل. فبالتالي انه الويت الجديد بي زائد واحد للاكزامبل اللي بعده بيساوي الويت الحالي زائد الدلتا للويت بهذا الشكل. ببساطة كمان مرة احنا محتاجين نحسب الايرور جريدينت اللي هو السيجما اللي هو عبارة عن الاوتبوت في الواحد ماينس الاوتبوت في الايرور. والايرور ببساطة بيساوي الديزايرد ماينس الاوتبوت. تمام؟ وهذا الايرور بدنا ندخله يعني هذا الجريدينت بدنا ندخله في معادلة الدلتا. الدلتا ايش بتساوي؟ الالفا اللي هو learning rate حكينا عنه المحاضرة الماضية في الاوتبوت. تمام؟ وفي في الانبوت لانه هذا جي. تمام؟ في الجريدينت تبع الكي بهذا الشكل. تمام؟ ومعادلة الابديت الويت الجديد بي زائد واحد ايش بتساوي؟ اللي هو عبارة عن الويت الحالي ضرب الدلتا بهذا الشكل. تمام؟ برضو الويت تريننج في له خطوة تانية. هذا الكلام وين حسبناه؟ يبقى هنا بدي احط لك هنا برضو كمان مصطلح اللي هو عبارة عن السيجما كي وهذا السيجما جي. تمام؟ اللي هو الجريدينت تبع الطبقة هاي وهذا الجريدينت تبع الطبقة هاي. تمام؟ فبالتالي هذا ستيب 3. يبقى هنا ستيب 4 اللي هو عبارة عن حساب للابديت للويت اللي هو تريننج. وهنا ستيب 5. تمام؟ المعادلة تبعتها اللي هو عبارة عن الاوتبوت واحد ماينس الاوتبوت في الجريدينت تبع الكي تبع الطبقة اللي وراها. تمام؟ ضرب الويت بهذا الشكل. تمام؟ وانت عندك هنا الدلتا هو عبارة عن الالفا في الانبوت. الانبوت انا عندي في هاي الحالة الاكس اي ضرب الجريدينت جي. والويت الجديد بده يساوي الويت الحالي زائد الدلتا. لاحظ انه هنا الابديت دبليو اي جي وهنا دبليو جي كي. تمام؟ بهذا الشكل. طبعا الخطوة الرابعة انه انا بدي اعمل iteration. الiteration معنى ذلك انه انا بدي اروح على خطوة رقم 2 مش واحد واحد لانه الانشلايزيشن. واضلني اكرر في هاي البروسيس لغاية لما انه التارجت ايرور اللي انا بدي اصل له انه بيتحقق. تمام؟ او ما يكونش فيه ايرور. طبعا ما يكونش فيه ايرور صعب جدا انه ما يكونش هنا عندي في الريال بروبلمز انه ما يكونش فيه ايرور. فبالتالي بدنا ندخل في طريقة حساب الايرور. حشرح لك اياها الان. حورجي لك اياها الان. فعليا يعني
هذا الشكل تبع ال XOR، وانا عندي ال input، وانا عندي X1 و X2، تمام. هذه W1 3 W2 4 W2 3 W2 4 تمام. هذه فيها خطأ، يفترض انه 1 4 بالمناسبة، 1 4 تمام. وهنا 3 5 4 5، فعليا انه بين 3 و 5 وهنا 4 5. هنا 1 3 1 4 2 3 2 4 بهذا الشكل، تمام. وكل واحدة في إلها ثيتا، نيورون 3 في إله ثيتا، ثيتا 3، وهنا ثيتا 5، وهنا ثيتا 4، وهذه واي 5 اللي هو النيورون الخامس، تمام. يبقى هاي شكل النتورك للإكس أور ومحطوطة عليها الويتس. طيب هنا بدي أحاول إنه أطبق لي هذا الكلام، إنه حسابيا بيورجي لك إنه كيف الأمور بتتم. بقول لك إنه الانيشال ويتس إنه راندوملي إنه انيشلايزد، وهاي كانت القيم تبعتها W1 3 كانت نص، 1 4 كانت 0.9 إلى آخره، والثيتا قد كذلك. وهاي إنه W1 3 و2 3 و2 4 و1 4، يعني صرت شايف انه وين هم موجودين انت عندك في النيورال نتورك تبعت الاكس اور. اوكي طيب الان بده يحسب واي 3 وواي 4، هذه هي الخطوه اللي هذه هاي بدي احط لك اياها هنا، واي 3 وهنا واي 4. طبعا واي 3 الاوتبوت هذا بده يكون انه بناء على الانبوت تبعه، اللي هو بناء على اكس 1 في دبليو 1 3 واكس 2 في دبليو 2 3، تمام. وتطبق عليه السيجمويد الاكتيفيشن بيطلع لك واي 3. واي 4 هي عباره عن اكس 1 في دبليو 1 4 واكس 2 في دبليو 2 4، وتطبق عليه السيجمويد. هاي المعادله تبعتها هنا بهذا الشكل، x1 w1 3 x2 w2 3 minus theta 3. بطبيعة الحال بتطبق عليه السيجمويد، بصير انت عندك 1 على 1 زائد exponential e مرفوع على القوة minus هذا الكلام اللي هو 1 في نص زائد واحد في بوينت أربعة ناقص واحد في تمانية، فبطلع أنت عندك هذا المقدار لواي ثلاثة وهذا المقدار لواي أربعة. مدام واي ثلاثة وواي أربعة صاروا جاهزين، تقدر تحسب واي خمسة، تمام، اللي هو عبارة عن هدول ستيبس. ستيب اثنين اكتيفيشن، أيوه ستيب 2 اكتيفيشن، تمام. زي ما انت شفت انه احنا حسبنا واي 3 واي 4، وهنا كونتينيو مدام صار واي 3 واي 4 صاروا جاهزين بقدر احسب واي 5. ارجع تأمل معاي هاي الرسمة، تمام. يبقى الخطوة الأولى انيشلايز، الخطوة الثانية انه انت احسب الاوتبوت. عشان تحسب الاوتبوت هذا لازم انت تحسب الاوتبوت هذا في الأول، حسبته ساعتها بتقدر تحسب الاوتبوت هذا واي 5. واي 5 هو عبارة عن الانبوت في الويت، اللي هو عبارة عن واي 3 في دبليو 3 5 وواي 4 في دبليو واي 4 5. انا متعمد انه انا اورجي لك اياها هنا انت بالنظر، انه دائما انت عندك انه النيورون كيف بدك تحسب الاوتبوت تبعه، الانبوت في الويت، هاي واي. الواي بتساوي اكس واحد دبليو واحد زائد اكس اتنين دبليو اتنين، طبق عليه الناتج، طبق عليه الاكتيفيشن، بطلع عندك الواي بهذا الكيفية. فانت هنا بالنظر ممكن انه انت تشوف تعرف انت ايش بدك تضرب في ايش، فبالتالي هنا
عبارة عن الناتج اللي طالع من هنا، الانبوت اللي طالع من هنا عبارة عن ايش؟ الاوتبوت تبع هذا النيورون واي 3 في الويت دبليو 3 5، وهنا واي 4 في دبليو 4 5. طبق عليه الاكتيفيشن بيطلع لك واي 5. شوف ارجع للمعادلة، تمام؟ يبقى هنا واي 5 هي عبارة عن دبليو 3 دبليو عفوا واي 3 في دبليو 3 5 واي 4 دبليو 4 5 ماينس الثريشولد. طبق عوض بالقيم الموجودة انت عندك بالانيشال ويتس، بيطلع انت عندك هذا المقدار، تمام؟ يبقى واي 5 صار جاهز. ما دام واي 5 صار جاهز بقدر احسب الايرور، بقدر احسب الايرور. يبقى الايرور هو عبارة عن الواي ديزايرد ل 5 ماينس الواي اكشوال. هو يفترض انه يطلع 0 بس طلع لي 0.5، فبالتالي الايرور ماينس 0.5. هذا الايرور ايش بدنا نسوي فيه؟ بدنا نعمل له بروبوجيشن، باك بروبوجيشن، بدنا يعني نمرره انه باك بروبوجيت للنتورك بهذا الاتجاه عشان كل طبقه تعدل الويتس تبعتها، او كل نيورون يعدل الويتس تبعته. حساب الايرور اللي هو زي ما اتفقنا هو عباره عن الجريدينت 5، تمام؟ ايش بده يساوي؟ واي 5 ماينس 1 ماينس واي 5 في الاي، هذا محسوب وهذا محسوب، تمام؟ والاي محسوب، فبالتالي انه 0.5 1 ماينس 0.5 ضرب ماينس 0.5 بيطلع لنا عندي هاي المقدار. حسبنا جريدينت 5. ما دام حسبنا جريدينت 5 بقدر احسب كل الويتس المرتبطه فيه. طلع معايا ايش الويتس المرتبطه فيه، تمام؟ حسبت هنا ليه بس انه هاي انه اعمل لك اياها، انه هاي واي 3 وهذه واي 4. الان حسبنا جريدينت 5، جريدينت 5 لهي الطبقه، ايش الويتس اللي مرتبطه بهذه الطبقة الجريدينت 5 هذه، تمام؟ اللي هو دبليو 3 5 ودبليو 4 5. معنى ذلك انه انا بقدر احسب الدلتا تبع دبليو 3 5 والدلتا تبع دبليو 4 5 بهذا الشكل. هاي ما دام انت عندك الجريدينت تبع 5 صار جاهز، تقدر تحسب الدلتا تبع دبليو 3 5 و 4 5 بالاضافة للثيتا. كل هاي الشغلات المرتبطة فيها هي عبارة عن ايش؟ الالفا في الانبوت في الجريدينت، وهنا الالفا في الانبوت في الجريدينت دبليو 3 5، تمام؟ تعال اطلع وين الانبوت؟ هاي 3 5 3 5، وين الانبوت؟ هو عبارة عن دبليو 3، تمام؟ والالفا هو الليرنينج ريت، والجريدينت اللي هو حسبناه احنا بالخطوة السابقة اللي هو هذا. هذا. اوكي. تمام. وهنا نفس الفكرة. انه 4 5 ايش الانبوت تبعها؟ اللي هو واي 4. في الجريدينت في الالفا. بهذا الشكل. فبطلع انت عندك هنا الدلتا لدبليو 3 5 ودبليو 4 5 والثيتا 5. اوكي. مادام انه الدلتا صارت جاهزه بطبق الابديت تبع الويت. لسه قبل تطبيق الابديت تبع الويت بروح يعني الابديت تبع الويت بروح بطبقه دفعه واحده. بعد ما حسبت الجريدينت 5 بقدر احسب الجريدينت 4 والجريدينت الجريدينت 3 والجريدينت 4. جريدينت 3 مرتبط بنيورون 3 وجريدينت 4 مرتبط بنيورون 4. هو عبارة عن y3 1 ماينس y3 في الجريدينت 5 في w3 5، وهنا نفس الفكرة y4 ماينس 1 ماينس y4 في 1 ماينس y4 في جريدينت 5، تمام؟ في w4 5.
تمام. يبقى هنا احنا حسبنا الجريديانت 5 اللي مرتبط بنيورون 5. تمام. هنا احنا ايش بدنا نحسب؟ بدنا نحسب جريديانت 3 وجريديانت 4. تمام. الجريديانت هذا ايش بيساوي؟ الاوتبوت ماينس الواحد ضرب الاوتبوت في واحد ماينس الاوتبوت في جريديانت اللي قبله في دبليو 3 5. تمام. اللي هو الكونكشن اللي قبليه. وهنا نفس الفكره. تمام. بيطلع انا عندي هذا المقدار، هذا المقدار وهذا المقدار. ما دام انا حسبتهم ساعتها بقدر احسب الدلتا لكل الأشياء المرتبطة فيها، اللي هي عبارة عن أربعة ويتس W1 3 2 3 1 4 2 4 بالإضافة لثيتا 3 وثيتا 4. هاي المقادير تبعتهم زي هيك. فلقيت مدام صارت كل الدلتا صارت جاهزة، يبقى الويت الجديد هاي المعادلة العامة تبعتها W B زائد 1. الويت الجديد إيش بيساوي؟ بيساوي دبليو بي زائد الدلتا دبليو. وهذا الكلام انت استبدله بكل الانديسيز. هاي شايف حتلاقيه انه الويت الجديد بيساوي الويت الحالي زائد الدلتا. الويت الجديد بيساوي الويت الحالي زائد الدلتا. طبقها كلهم دفعة واحدة وصار في انت عندك ابديت للويت. تمام. فبالتالي هنا انه مجرد انه عمل لك هاي انه خطوة واحدة عملية حسابية، وبرجع بكرر هذا الكلام، بتكرره بنكرره بنكرره لغاية لما انه يكون انا عندي sum of squared error is less than 0.001. هاي ايش مقصود فيه هنا في الايرور؟ احنا حسبنا الايرور هنا، ايرور طلع معاي زي هيك. تمام. الايرور هذا خليني اعمل لك اياه على الاكسل. هنا بحكي لي انه sum of squared errors. احنا متفقين انه انا عندي هنا x1 x2 y وعندي yd. تمام. وهي عندي الاي. طبعا هذه القيم احنا عنا صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد. طبعا هذا الكلام انه انت عندك انه هاي انه الفيرست ايبوك، وهاي هيك الايبوك الثانية، هاي الايبوك الثالثة، وهكذا. تمام. بنضلنا نكرر لغاية متى؟ انه على سبيل المثال انه يفترض انه الايرور هنا انه الواي يطلع صفر في الاكس اور، في الاكس اور انه اذا كان الاوتبوت اذا كان متشابه بيكون واحد، واذا كان مختلف بيكون صفر. فبالتالي انه هنا الايرور انه يفترض يكون واحد. تمام. لنفترض انه ما طلع ليش واحد، طلع لي مثلا 0.5. تمام. فبالتالي الايرور بيساوي هاي ماينس هاي بهذا الشكل.
هنا بالمرة الثانية انه طلع لي الايرور بوينت 6، وهنا يفترض انه يطلع لي صفر، فبالتالي الايرور زي هيك، وهذا الكلام انت بتكرره. تمام. الان انت كل وحدة انه طلع لك ايرور 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 زي هيك، خلينا انه على سبيل المثال انه زي هيك، انه هنا 1 و0 0 1 و1 1، وهذا الكلام انه بنروح بنكرره زي هيك وبنكرره زي هيك، هنا عشان انه اورجيك كيف بيتم حساب الايرور كل مرة زي هيك. فانت عندك هنا الايرور مختلف كل مرة. تمام. طبعا انت متى تتوقف عن التريننج؟ يعني انا هي انا عملت كم ايبوك، هي الايبك الاولى. تمام. هي الايبك الثانية، كل الكومبينيشن 0 0 1 0 0 1 1 1، هي الايبك الثالثة. ممكن اضلني اكرر في هذا الكلام انا. تمام. متى مفروض اني اتوقف؟ بعد ما اخلص الايبك بروح بحسب حاجة اسمها sum of squared error. ايه sum of squared error؟ انه هذا بروح باخده بربعه، يعني زي هيك، شايف انت لما تربع رقم 10 بقل القيمة تبعته. تمام. وبروح باخد المجموعة تبعه، هذا الشكل. اوكي. لنفترض انه انا عندي هنا انه هذه الايرور تبعها عالي والمفروض يطلع زيرو، فبدي افترض انه بوينت 1. لاحظ انه كان قبل بوينت 8 بوينت، وهنا لما عدلت لنفترض انه هو صار انه يجيب انه يعني اشياء قريبة زي هيك. تمام. وانه هذه بوينت 9، انه ببدأ يقل انا عندي الايرور، وهنا انه بوينت 2. فلاحظ انه انت كل ما صار انه قريب من الاوتبوت مع التريننج اكتر، انه sum of squared error بقل. فبضلني بعمل تريننج بعمل تريننج لغاية لما يصير انه sum of squared error على سبيل المثال 0.001. كيف يعني؟ ايش المقصود بهذا الكلام؟ مقصود بهذا الكلام انه انت عندك اذا كان انه الاوتبوت طلع انت عندك 0.5 وهنا طلع مثلا 1، الايرور كبير. لكن على سبيل المثال انه اذا طلعت 0.9 والديزايرد انت عندك 1، الفرق هنا مش كتير كبير. فبالتالي هنا ال 0.9 زي كأنه انت بتروح بتقربها انه الاوتبوت انه هو في النهاية انه بصير 1 زي هيك. فبالتالي اذا كان الايرور انت عندك عبارة عن 1 من 10 1 من 10 1 من 10، تمام، وتيجي انت تربعه وبعديها تجيب له المجموع، فعليا انت بت 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 يعني زي كانه انت انه بتحسب sum of squared error انه لكل التريننج اكزامبلز لدوره كامله، وانه انت بدك تكون مجموع كل الاخطاء لا يتجاوز 0.001 بهذا الشكل. فعليا هيك بكون اداء النيورال نتورك انه هو ممتاز وممكن انه انت تتوقف. طبعا هذا المخرج ليش احنا اتجهنا له، او انه هاي الطريقه في حساب الايرور ليش احنا اتجهنا له؟ لانه مستحيل انه الايرور انت عندك يكون في الريال بروبلم انه زيروز، يعني زيروز لكل الاكزامبلز. يعني احنا هذا الكلام شفناه سابقا هنا في الاند بروبلم. الاند بروبلم لانه لينير، وانه اتس فيري سمبل انه الايرور صار عندي عباره عن اصفار هي في النهايه. لكن في الريال بروبلم بكونش هذا الكلام، ممكن يكون الايرور انه 0.0001 او هنا 0.0002،
زي هيك. فبالتالي انا بدي اطلع على الايرور لكل الاكزامبلز جلوبالي مش لاكزامبل واحد، فعشان هيك انا بلجأ للسم اوف سكويرد ايرور بحسبها بعد كل ايبك. فبالتالي انا بتوقف اذا صار انه السم اوف سكويرد ايرور 001. بتمنى انه انه هاي الشغلة انه واضحة انه شو معنات انه احنا نتوقف عن التريننج اذا وصلنا لهاي الشغلة. فالان بدي انا ارسم البلوت، بدي اقيم البرفورمانس. البلوت هو عبارة عن في الاكس اكسس اللي هو الايبوك تمام، مع الواي اللي هو السم اوف سكويرد ايرور. هاي بالمناسبة برمزولها SSE sum of squared error. لاحظ انه الايرور كان عالي في البداية التريننج، بس انا كل ما زود في الايبوكس في الايبكس انه بيقل 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 لغاية لما وصلت للحد تبعي اللي هو 10 اس ماينس 3 اللي هي هذا نفس هذا الكلام اللي هو 0.001، وهذا الكلام اللي هو 10 اس ماينس 3 تمام. ففعليا انه توقفنا تقريبا بعد قديش 224 ايبوك، 224 ايبوك. اوكي طبعا هذا الكلام للاكس اور. شو معنات هذا الكلام؟ انت بتخيل انه انا درست النيورال نتورك زي هيك. انت ممكن تفهم الكلام، درست النيورال نتورك على الاكزامبلز هاي 224 مره لغاية لما نستوعبت انه يفترض انه الاوتبوت انه يطلع بهذا الشكل، انه تطلع لي الاوتبوت بشكل صحيح. فبالتالي اخذت وقت فعليا في التعلم، بتضلها انه هي ماشين تمام. لكن الهيومن بيينجز انه او البشر انه انت بدك تعلمه مبدا الاكس اور طالب جامعي، انه انت ممكن انه في دقيقه واحده انه تفهموا المبدا انه لما يكونوا متشابهات بيكون كذا ولما يكونوا مختلفات بيكونوا كذا. لكن الماشين اخذت 224 دوره، درستها 224 مرة على كل اكزامبلز لغاية لما استوعبت انه يفترض انه تطلع الاوتبوت بالشكل الصحيح تمام. هاي شكل الانبوت تمام، هذا الديزايرد تمام. لما يكونوا متشابهين بيكون صفر، لما يكونوا مختلفين بيكون واحد تمام. هذا الاكشوال وهذا الايرور وهذا sum of squared error بعد ما احنا وصلنا بعد 224 دورة تمام. لاحظ الايرور كيف، يعني انه هنا يفترض انه يطلع واحد، ما طلعش واحد بالضبط، طلع 98. فبالتالي انت بتكاش ضلك تستمر انه في التدريب او في التعليم الى ما لا نهاية. خلاص انه انت وصلت لمرحلة انه ايرور هذا انه ضئيل جدا، انه 98 للواحد انه ضئيل جدا، وهنا بوينت واحد من مية من زيرو لزيرو يعني انه التارجت تبعي. فبالتالي انه it's okay، يعني ممكن انه انا اعمل stop وهذا هو التارجت تبعي بهذا الشكل. فهذه الفاينل ويتس اللي كانت موجودة انا عندي انه عشان انا اطلع الاوتبوت بالشكل الصحيح. وهذه الفاينل ويتس انت ممكن تطلع على المالتي لاير بيرسبترون زي ما حكينا انه هي عبارة عن decision boundaries اللي هي عبارة عن معادلتين لخطين مستقيمين، انت فعليا انت بتقدر من خلالهم ان انت تفصل the classes. طبعا هذا انه هذه المعادلة انه بنيورون 3 وهذا بنيورون 4، وهنا انه احنا جمعناهم مع بعض يبقى هذا نيورون 3 هذا نيورون 4 وهيك انت جمعتهم مع بعض. ففعليا زي كأنه انت عندك كل نيورون هنا انت بتضيف انه بيطلع لك معادلة انه بتفصل لك جزء من البيانات، واجتماعهم التنين سوا بروح بفصل لك البيانات كلها بشكل صحيح. هنا بفصل لك جزء من البيانات جزء من البيانات، وهنا هيك بفصل كل البيانات بشكل صحيح. طبعا هذه لبروبلم very very simple اللي هي XOR، عدد الانبوتس محدود 2، عدد الاكزامبلز 4 فقط. في الريال بروبلم انت بتحتاج لطبقات اكتر من هيك تمام، ونيورونز اكتر من هيك بكتير. طيب
الآن شفنا إنه إحنا احتاجنا 224 دورة أو إبك عشان إنه إحنا نعلم النيورال نتورك، وإحنا اختار يعني استخدمنا سيجمويد اكتيفيشن فانكشن. ممكن نختار اكتيفيشن فانكشن تانية اللي هي الهايبربوليك تانجنت، وهي المعادلة تبعتها. يبقى بدل السيجمويد اللي هي واحد أعتقد ناقص واحد مرفوعة للقوى، إنه عندك الإكس في الدبليو ماينس الثيتا على ما أعتقد، فهي التوزيع تبعتها بهذا الشكل تبعت التانجنت، هاي سيجمويد. تمام؟ فبتصير إنه أنت خلاص بعد ما استوعبنا الموضوع ببدأ أغير في البراميتر، بدل ما كنت أستخدم سيجمويد خلينا نجرب نستخدم شغلة تانية. الشغلة الثانية، شوف انت وصلت للتارجت تبعك اللي هو 10 أس ماينس 3 بعد قديش؟ بعد 126. قارنها بقديش؟ ب 224 لو انت استخدمت السيجمويد. يبقى هنا انت بتصير بتقارن مين احسن، السيجمويد ولا الهايبربوليك تانجنت. طبعا الاكسبرمنت ورتك انه لا، هنا اخذ وقت أقل في التعليم، 126 دورة بدل ما كان 224. أوكي؟ طيب شو في شغلات تانية أنت ممكن أنه أنت تغيرها؟ طبعا هنا learning rate ثابت، أعتقد أنه كان مقداره 0.1 ثابت طول فترة التريننج. فهنا في اقتراح أنه أنت تستخدم adaptive learning rate. Adaptive Learning Rate، إذا بتتذكر إحنا حكينا عن Learning Rate إنه هو أنت بتتحكم فيه قديش سرعة إنه هو بيتعلم. فالآن هي 126، هل ممكن إنه إحنا نسرعه ونخلي عدد الدورات أقل، نخليه يستوعب أسرع، نزود Learning Rate؟ تمام؟ مشكلة Learning Rate لو كان إنه قيمته عالية، يعني نشوف إيش مشكلته إنه أنت تختار قيمته عالية. هاي خليني أسكرها. بدك تتعود على هذا الكيرف اللي هو هنا انت عندك الابكس وهنا انت عندك الايرور، او بالاحرى sum of squared error. في انت اول ما تبدا تريننج بيكون الايرور انت عندك عالي زي هيك، بيبدا يقل. الان لو استخدمت انت learning rate عالي، ممكن انت عندك المنحنى انه يعمل ينزل بشكل كبير. تمام؟ في ايبوك اقل. تمام، بس المشكلة انه انت عندك هنا انه انت القفزات تبعتك طويلة. هنا الالفا اذا كانت هذه الالفا لنفترض انه هي مثلا 0.6، وهنا الالفا بتساوي هنا العكس، هنا 0.1 مثلا وهنا 0.6 في هذا المنحنى. فانت هنا 0.6 انه القفزات انت عندك في الابديت للويتس انه كبيرة زي هيك، فبالتالي انت قفزت هنا. تمام، القفزة الجاية انت عندك الايرور حتصل لمرحلة انه حيبدأ يعلى مرة تانية. هاي خلي بالك منها، انه حيبدأ يعلى مرة تانية. انت القفزة الجاية تبعتك انه زي هيك، لا الايرور زاد، لا قلل، لا الايرور قال، لا يعني تدود. فبالتالي انت بتصير تعمل هنا fluctuation او بتتذبذب. انت عندك مرة بتزود الويت، مرة بتنقص الويت، لانه انت لكن هذا الكلام انه انت يعني بتواجهه بشكل اقل اذا كان الليرنينج ريت اقل، يعني انه لانه انت عندك مقدار الابديت للويت قليل والقفزات تبعتك قليله، فبالتالي انت القفزات تبعتك زي هيك، كل مره بتعمل ابديت للويت زي هيك. وصلت للمرحله هذه مش حتقدر، حتعمل ستوب. تمام، هيك 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 هيك، هذا اقل ايرور، فبالتالي ستوب. بتعملش هنا فلكشويشن زي هاي انه انت بتضلك انه انت تتذبذب. تمام، فالليرنينج ريت انه انت تحطه عالي كتير ممتاز، ولكن انه ممكن يؤدي لمشكلة انه الفلكشويشن انه انت تضلك انه انت تتذبذب. فبالتالي في عنا هيوريستيك هنا انه انت ممكن انه تستخدم adaptive، معنى ذلك انه القيمة تبعته متغيرة. قيمة تبعته متغيرة كيف؟ يعني انه إذا كان sum of squared errors إله نفس الإشارة، تمام؟ لإبوكس متعاقبة
معنى ذلك انه الليرنينج ريت باراميتر هذا يفترض ان انت تزوده. شو السبب؟ انه انت بدنا نسرع الليرنينج، بدنا نسرع الترينينج، تمام. والهيورستيك الثاني، هدول الاثنين انت بدك تطبقهم سوا، واحد واثنين. اذا الالجبريك ساين، الإشارة الجبرية، تغير من موجب لسالب أو من سالب لموجب، صار alternates بيتذبذب زي ما أنا ورجيتك هنا في الرسمة، تمام. معنى ذلك إنه learning rate، أنا طبعا أنا في ابك متعاقبة، معنى ذلك إنه learning rate ألفا لازم إنه إحنا نقصه. هيك أنت بتبدأ في learning rate إنه أنت بترفعه، بتسرع للtraining، تمام. ولما يصير في عندك تذبذب بتروح بتنقصه تاني. هيك انت بتختصر التريننج. نشوف تأثير هذا الموضوع هنا، واضح في الرسمة انه هنا الرسمة الليرنينج ريت، انه زي ما انت شايف هنا، مدام انه له نفس الإشارة الجبرية، تمام، بيضلوا يزود، اول ما بدأ يتذبذب بدينا ننقص في الليرنينج ريت. learning rate range 7 من 0 ل 1 بهذا الشكل. شوف قديش انه احنا اختصرنا. كانت انه في الرسمة السابقة يعني كان 126، هلقيت 103. فالadaptive learning rate فعلا انه هو بيسرع عندك للtraining بهذا الشكل، انه انت فعلا بدك اياه يتعلم اول بسرعة، تمام، وبعد هيك لما انه يصير في عنده اخطاء، لا، بتبطئ عملية التعلم عشان تصل للأوبتيمال ويت. طيب في عندي باراميتر تاني احنا ممكن ندخله اسمه المومنتم. المومنتم يفترض انه حكى عنه هنا. اوكي، هذا المومنتم يبقى في الدلتا. مش احنا كان في عنا الالفا، انه هذا الترم دخل البيتا اللي هو المومنتم، اللي هو هاي الترم تبعه، اللي هو عبارة عن الدلتا ضرب بي ماينس واحد، تمام. ففعليا الرينج تبعه زي الليرنينج ريت بالضبط، تمام. والقيمة تبعته انه actually بتكون انه يعني كانت learning rate انه صغيرة، يعني مثلا ممكن تكون 0.1 0.3، لكن هذا القيمة تبعته 95. الفكرة تبعت هذا البراميتر انه زي ما في عندي learning rate، ان صح التعبير ممكن تعتبره الforget rate، لانه لازم نستوعب هاي النقطه بشكل كويس. في بعض الاحيان النيورال نتورك بتصير حافظه مش فاهمه ان صح التعبير، زي كانه هي بتعمل ابديت للويت، تمام، وبتخليها مفصله تماما على الاكزامبلز اللي بتمر عليها، فبتصير زي كانه حافظه مش فاهمه، حافظه الاكزامبلز مش فاهمه النمط. احنا بدنا اياها تفهم النمط. ليش؟ لانه في الابليكيشنز احنا لما اجيب له صوره كات، مش بالضروره تكون نفس الاكزامبلز اللي هي مرت عليه سابقا، فبالتالي بسبب لي مشكله. لا، احنا بدنا اياه يعني يتعلم انماط. فعشان هيك عشان افركش له الحفظ اللي هو حفظه، تمام، فبروح جبنا باراميتر تاني اسمه المومنتم او الفورجيت ريت ان صح التعبير. هنا هنا استخدم adaptive learning rate alpha، تمام، وهنا استخدم adaptive learning rate ومومنتم الاثنين سوا، اللي هي البيتا alpha وبيتا، تمام. فلاحظ انه كان من 103 ابيكس صار 85، قللنا بشكل كبير. فبالتالي الادابتيف عفوا
هنا في هاي الرسمة إنه هو فعلياً إيش عمل؟ دخل المومنتم ثابتة 95 تمام؟ والليرنينج ريت أدابتيف، وهي رسمة الليرنينج ريت كيف كان إنه هو أدابتيف. هنا بس إنه يعني دخل مفهوم المومنتم اللي هو الفورجيت ريت تمام؟ طبعا عشان انت تشوف ايش تأثيره انه هو اثر انه انت وصلنا للتارجت تبعتي اللي هي 10 بس ماينس 3 في 85 ايبكس بدل ما كان انه 103 او 103 نعم في الرسمة اللي هو بدون ايبكس. فلاحظ انه انت يعني البراميتر تبعت النيورال نتوركس انه كترت. أنا في عندي الألفا والبيتا وشوفنا كيف إنه إحنا ممكن إنه إحنا نحددهم بشكل adaptive بالإضافة للinitial weight بالإضافة للactivation function. فهاي شغلات كتيرة أنت بدك تجرب فيها في النيورال نتورك. عدا عن ذلك اللي هو size تبع النتورك، هذه برضو بدي أحكي عليها هنا. يبقى احنا لو لخصنا الموضوع هنا، لو حكينا انه neural network parameters تمام، يبقى احنا عنا الactivation function تمام، وشو كمان طريقة الinitialization للrandom weight بالإضافة ل الألفا والبيتا، إنه أنت تستخدم adaptive learning rate وتدخل المومنتم هنا في الموضوع، فبالتالي البراميتر كترت. بدي أضيف لك هنا السايز تبع النتورك طبعا اختيارها بده يتم اكسبيرمنتالي. فعليا انت ممكن ايش تسوي، تروح تعمل ثلاث شبكات small network medium large. أنا بقصد هنا في السايز تبع النتورك اللي هو number of hidden layers زائد the number of neurons. بدل ما أنت تضلك تجرب لا زود 10 نيورونز لا نقص 5 نيورونز لا زود layer زود 2، ففعليا أنت بدك تأخذ 3 أحجام small و medium و large عشان تتصل للoptimal size. يعني هذا الهيوريستيك عشان تتصل للoptimal size. وإيش بتروح بتسوي؟ بتروح بتحسب sum of squared error هنا وهنا هكيت sum of squared error. يعني انه انت بتلاحظ انه يعني هذا بيعتمد على البروبلم. يعني مثلا انه ممكن تكون انه small network انه ممكن تكون للبروبلم هذه ممتازة، فبالتالي انه هنا عندك sum of squared error عالي، فبالتالي انت ممكن انت تروح بهذا الاتجاه انه انت تصغر اكتر. هذا بيدي لك انطباع انه تكبير الشبكة مش لصالح البروبلم. اذا كان هنا sum of squared error انه كبير في حالة الميديم وكبير في حالة اللارج، فبالتالي انه ممكن انه انت ترسع على السمول او تجرب حاجة اصغر منها. لكن اذا انت مثلا على سبيل المثال انه طلع انه هذا انه sum of squared error عالي وهنا عالي تمام وهنا انه هو منخفض، طبعا بناء على القيم اللي هدول انت ممكن انه انت
يعني تاخذ قرار انه انت بدك تعتمد الميديوم وممكن تتحرك بهذا الاتجاه شويه او هذا الاتجاه شويه، انه انت تحاول انه تصغر تكبر النتورك شويه وتشوف ايش بيصير معك، وتقلل النتورك شويه وتشوف ايش بيصير معك. اللي بدي اقوله باختصار انه الباراميترز تبعت النيورال نتورك كثيره، والمشكلة انه يعني انه انت تصل للأوبتيمال نتورك انه فعلا انه it's a struggle، لازم انه انت تكافح وتناضل عشان انت فعلا تصل لانه تعمل تونينج للنتورك انه بحيث انه انت تصل للأوبتيمال باراميترز هدول. يعني في طرق انه ممكن انه هي تساعدك، لكن نظريا انه هدول الباراميترز الاربعة والسايز تبع النتورك انه قد هيني عديتك جايد لاين انه انت ممكن انه انت تتحرك فيه. هيك تقريبا انه احنا بنكون وصلنا لنهاية المالتي لاير بيرسبترون. بتمنى انه كل الامور واضحة كيف انه انت تستخدمها في البزنس، في الابليكيشن، كيف انه انت تعمل تونينج للنتورك. للتريننج الجوريثم انا ممكن الخص لك اياه هنا. هنا ممكن الخص لك اياه يعني باختصار انه الباك بروبيجيشن الباك بروبيجيشن الجوريثم خطوة رقم واحد انه اعطاء قيم ابتدائية في الاوزان بغض النظر انه ايش الرينج تبعها، او يعني انه الرينج تبع الويتس انه كاوبتيمال راندوم ويت رينج للراندوم ويت انه اي اول خطوة. الخطوة الثانية انه حساب الناتج، وهنا انت بتبدأ بالواي كي، خلينا نستخدم الرموز بعدين بدك تبدأ بالواي جي زي ما احنا اتفقنا، ثم واي كي. طبعا هذا الكلام انه كان مكتوب انت عندك في الالجوريثم انه خطوتين انه continued. رقم ثلاثة حساب الخطأ اللي هو بدنا نعبر عنه بالسيجما او الجريدينت كي ثم الجريدينت الجريدينت جي. لاحظ الترتيب هنا واي جي واي كي في حساب الاوتبوت، في حساب الخطأ انه الجريدينت كي منها بتقدر تحسب الجريدينت تبع الجي. رقم اربعة تعديل الاوزان. طبعا تعديل الاوزان ببساطة انه طبعا من الجريدينت هذا بده يكون حساب للدلتا في مدام انه هي كانت موجودة، فبالتالي انه الدبليو بي زائد واحد تمام. طبعا هنا بده يكون انت عندك سواء كان خلينا اكتب لك اياها معادلتين، خلينا اكتب لك اياها انه جي كي بدها تساوي دبليو جي كي زائد دلتا دبليو جي كي، عشان انت تفهم انه هذا الكلام انت بدك تعمله على اكتر من طبقة تمام. وكذلك انا عندي دبليو اي جي بي زائد واحد ده تساوي دبليو اي جي زائد دلتا
W I J. تمام. الخطوة رقم 5 الذهاب لخطوة 2 يعني تكرار حتى حدوث شرط التوقف. شرط التوقف انه ممكن يكون انه some squared error يكون اقل من threshold معينة على سبيل المثال بهذا الشكل. فهي فعليا الباك بروباجيشن الجوريثم كخطوات اذا انت بدك فعلا تفهمها وتستوعبها يعني كخطوات عامة هيها ببساطة. فبتمنى انه انت تكون مستوعبها لانه الباك بروباجيشن الجوريثم هذا واحد من اهم الالجوريثمز لانه في الالجوريثمز تانية كتير للترينينج بس هي على نفس المبدأ على نفس المفهوم. فانت اذا فهمتها فعلا بتكون انت فهمت النيورال نتورك يعني بشكل صحيح تماما تماما تماما. هاي الخطوات اللي بالعربي انا هحفظ لك اياها. فهي حعمل سيف حط لك اياها بصيغة بي دي اف حط لك اياها هنا في هنا في الريبو حتلاقيها. هحفظ لك اياها بصيغة هذا البرنامج وحفظها بصيغة تانية كذلك بصيغة البي دي اف. هاي سيف از او اكسبورت از بي دي اف. انا ما سميتش اسم الملف ممكن اوكي باك بروباجيشن الالجوريثم وهذا المرجع سمي في اسم الملف هذاك اوكي هيك يعني بنكون خلصنا محاضرة اليوم. وبتمنى انه المفاهيم الكتيرة اللي انا حكيتها في هاي المحاضرة انه انت استوعبتها. وشكرا جزيلا لكم.